مدي العربيه طبعا شكل جمالي وشكل اجريسيف. البي ام اب بنقدر نميز اذا كانت العربيه دي ديزل او بنزين بسهوله جدا، لكن العربيه دي معمول عليها عرض وعليها خصم ال 430 اي كابريو ام سبورت، ال 520 اي، ال 430 اي جراند كوبي 2023، واكيد هنلاقي الكام هنا برضو موجوده. ارخص من حقها الاصلي ب 12 يورو. ان الشخص ممكن يقسط العربيه دي على 35 شهر، 51000 يورو 870. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله، وان شاء الله كلنا نحقق كل اللي احنا بنتمناه في رمضان ده. بما ان في كتير جدا منكم طلب مني ان انا انزل اصور اسعار العربيات البي ام هنا في المانيا عامله كام، فانا النهارده لقيت الجو حلو وخلصت الشغل بدري، فقلت انزل اسلي الصيام معاكم واعمل لكم الفيديو اللي انتوا طلبتوه. وانا دلوقتي موجود قدام معرض بي ام، هاخدكم جوله وهنتفرج وهنشوف اسعار العربيات اللي موجوده ورايا دي عامله كام بالظبط، وهيكون في انواع عربيات هتعجبكم جدا زي العربيه اللي ورايا دي. فيلا بينا نخش نتفرج على العربيات ونشوف الاسعار عامله كام بالظبط. والمكان اللي انا فيه ده فيه كميه عربيات كتيره جدا ما شاء الله، وموجود هنا عربيات جديده وعربيات مستعمله، في موديلات مختلفه زي ما انتم شايفين. هنتفرج على اول عربيه معانا وهي ال 130 اي اكس درايف. اي عربيه بتبقى موجوده في المعرض بتبقى واقفه زي كده لازم بيكون موجود عليها الورقه اللي هناك دي، الورقه دي بيبقى مكتوب عليها كل تفاصيل العربيه، اي معلومه انت محتاج تعرفها عن اساسيات العربيه بتبقى موجوده على الورقه دي، كانك بالظبط جيت واتكلمت مع شخص عن كل حاجه عن العربيه دي، مثلا العربيه دي ماشيه قد ايه، او اول مالك ليها اشترى العربيه دي امتى، وطبعا العربيه دي موديل سنه كام وانهي فئه بالظبط. كل المعلومات دي بتبقى موجوده هنا بالاضافه لسعر العربيه. تعالوا دلوقتي افرجكم على الورقه دي ونشوف كل البيانات اللي مكتوبه فيها. اول حاجه الورقه اللي مكتوبه هناك دي مكتوب اللي هي متباعه فريكاوت، هم حاطين الورقه دي علشان يبان ان العربيه دي كده خلاص اتباعت. بس تعالوا نشوف احنا مواصفات العربيه دي وسعرها. اول حاجه هنبتدي بيها وهو موديل العربيه 330 اي اكس درايف تورنج. التورنج دي اللي هي بيبقى نفس الشكل ده، اللي هي العربية بتبقى طويلة كده ومن ورا بتبقى هاتش باج، عربية عائلية يعني. وهنا مكتوب باقي البيانات، هنا مثلا مكتوب اللي هي ماشية 13000 كيلو 798، وهنا مكتوب الحاجات اللي موجودة في العربية والإمكانيات اللي بتقدمها العربية، زي مثلا نوع الكراسي والشاشة والحاجات اللي موجودة جوه في التابلو كتكنيك. وهنا مكتوب السعر 51000 يورو 870. ولو نزلنا تحت السعر هنا كده بشوية هنلاقي ان مكتوب ان الشخص ممكن يقسط العربية دي على 35 شهر، كل شهر هيدفع 609 يورو. بس علشان شخص يقدر يقسط عربية هنا في المانيا بيكون ليها اكيد متطلبات وشروط معينة، منها مثلا ان هو يكون معاه اقامة مفتوحة او الجنسية الالمانية، ولازم تكون الشوفة بتاعته تمام ما فيهاش اي مشكلة ولا يكون اتعرض لاي مشكلة تخص الاقساط ودفع الفلوس هنا في المانيا، وان الشخص اللي عايز يقسط عربية لازم يكون عنده شغل ثابت بعقد مفتوح، يعني مش بعقد مؤقت مع شركة، يكون عقده مفتوح. تاني عربية مكتوب عليها اللي هي متباع، الكلمة دي معناها ان العربية دي متباع. قبل ما اخدكم ونروح نتكلم عن الاسعار عايزك تكون عارف ان اللي بيحدد السعر هو حالة العربية، يعني انت ممكن تلاقي نفس العربية من نفس الفئة بس بيكون في فرق كبير جدا في السعر ما بين عربية والتانية. وفي البي امات في عوامل كتيرة جدا بتأثر على سعر العربية، مثلا تواريخ الصيانة بتاعت العربية، هل هي معموله كلها من ساعه ما العربيه مشيت على الارض في مواعيدها ولا لا، وهل الصيانات دي اتعملت في مراكز بي ام معتمده ولا اتعملت عند ميكانيكي مثلا بره. بيفرق جدا في سعر العربيه اذا كانت العربيه دي بنزين او ديزل. في البي امات بنقدر نميز اذا كانت العربيه دي ديزل او بنزين بسهوله جدا، لان اي عربيه بي ام ديزل بيبقى مكتوب عليها دي، واي عربيه بي ام بنزين بتبقى مكتوب عليها اي. تعالوا اوريكم انا قصدي ايه. مثلا عندنا العربية دي، العربية دي مكتوب عليها 320 دي، دي في البي ام يعني ديزل. هنا برضو العربية دي نفس الموضوع، لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان العربية دي 520 دي، 520 يعني العربية دي من الفئة الخامسة، ودي يعني العربية ديزل. تمام، لو جيت بقى بصيت هنا جنبيها على طول الاقي ان العربية مكتوب عليها 840 اي، الاي اللي هناك دي يعني العربية دي بنزين مش ديزل، هنا اي هنا دي يعني دي ديزل
ودي بنزين. والاكس درايف دي لما بتبقى موجوده على عربيه بي ام، يعني العربيه دي فيها دفع رباعي. وهنا طبعا لوجو البي ام الجديد، وهنا هنلاقي الكاميرا بتاعت الباركينج الصغيره اللي هناك دي. اول لما نشوف دي نعرف ان العربيه دي ام بيرفورمانس او ام باور او ام باكيت. وقدام هنا هنلاقي برضو تفاصيل الكربون فايبر موجوده في كل مكان، ما شاء الله عربيه جميله جدا. وكان نفسي اشارك معاكم سعر العربيه دي وتفاصيلها، بس للاسف العربيه دي متباعه. ربنا يبارك في اللي اشتراها ويديه خيرها ويكفيه شرها يا رب. تعالوا نتفرج بقى على الوحش ده، 430 اي كابريو ام سبورت. اول حاجه موديل العربيه 430 اي كابريو ام سبورت، والعربيه دي جديده مش مستعمله، ما مشيتش ولا كيلومتر على الارض. عدد الكيلومترات 0 كيلومتر، وده سعر العربيه بعد الضرايب 82000 يورو 265. لكن العربيه دي معمول عليها عرض وعليها خصم، هيوصل بعد الخصم السعر ل 69542 يورو. اوقات العربيات بيبقى موجود عليها خصومات كبيره جدا لما بتكون العربيات دي موديل السنه والسنه قربت تخلص والعربيات دي ما اتبعتش لسه، فعلشان ما تفضلش موجوده عندهم للسنه اللي بعديها وتيجي موديلات تانية والعربيه دي تفضل موجوده عندهم في الشركه او في المعرض، فبيقوموا عاملين عليها عروض وخصومات. الناس بتقدر تيجي تاخد عربيه ارخص من حقها الاصلي ب 11-12 ألف يورو. الرقم مش بيكون صغير وبيبقى استفاده كبيره جدا لاي حد ناوي يشتري عربيه. تعالوا نتفرج بعد كده على ال 330 اي ام سبورت. يلا دلوقتي نشوف سعر العربية عامل كام بالظبط. اول حاجة موديل العربية 330 اي لاموزين ام سبورت، 245 بي اس، 4 سلندر، الغيارات اوتوماتيك، اللون اسود ميتاليك، وهنا مكتوب نوي فاجن، يعني العربية دي جديدة مش مستعملة، ما مشيتش قبل كده. هنلاقي هنا عدد الكيلومترات 0. سعر العربية الأصلي بعد خصم الضرائب هيكون 87755 يورو، لكن العربية دي عليها عرض زي أختها الفئة الثالثة 330 اي اللي احنا شفناها، وسعرها بعد الخصم هيوصل من 78000 ل 66481 يورو. يبقى ده السعر الأساسي بعد الضرائب، وده السعر بعد الخصم. ودلوقتي معايا ال 520 اي، عربيه جميله جدا وفخمه من بي ام. تعالوا نتفرج عليها ونعرف اسعارها ايه بالظبط. ودايما هنلاحظ ان في العربيات الموديلات الجديده معظمها او 3 ارباعها بيكون موجود فيه الكاميرات دي. كده كده 3 ارباع العربيات الجديده نازله بكاميرات للباركينج وسنسورز والكلام ده كله، وفيها كاميرات كمان اللي هي بتبقى داش كام، اللي هو انت ممكن تقدر تصور الطريق، تقدر تخلي دايما الكام شغاله بتصور لك لو في اي حاجه. موجود عليها الجنوط الام، جنوط جميله جدا، الاي دي، كاميرا في الشبكه الاماميه. طبعا الشبكه دي بتتفتح وبتتقفل لما العربيه بتسخن وبتدور وبتتحرك، الشبك ده بيتفتح وبيتقفل. اللنسات والاضاءات الجديده من بي ام. العربية موجود عليها تعديلات من الام باور، طبعا الهيد اب ديسبلاي اللي مميزة بيها جدا البي ام. تعالوا بقى دلوقتي نشوف سعر العربية دي عامل كام بالظبط. موديل العربية 520 اي نوي فاجن، يعني عربية جديدة، 208 بي اس، 4 سلندر، الغيارات اوتوماتيك. وهنا دايما بيبقى مكتوب معلومات عن امكانيات العربية. دلوقتي السعر، اول سعر ده بيكون السعر بعد اضافة الضرائب، واللي بيكون 75620 يورو، لكن العربية دي موجود عليها خصم، وبعد الخصم السعر هيوصل ل 64499 يورو. نخش بعد كده على الاكس 1، عربية فخمة وعربية عائلية وعربية كبيرة جدا من بي ام، والعربية دي اكس 1 اكس درايف 230 اي اكس لاين. كل الاكسات اللي موجودة في بي ام حطوها في العربية دي. يلا نتفرج على العربية سريعا. نفس فكرة العربية اللي فاتت، الجريلات دي بتتفتح برضو لما العربية بتتحرك، واكيد هنلاقي الكام هنا برضو موجودة مع تفاصيل الديفيوزر، وهنلاقي هنا برضو موجود البي ام ال اي دي، وهنلاقي العدسات الجديدة للليدات، هنلاقي جنوط بي ام العاديه الستاندرد بس شكلها مميز وجميل جدا. هنلاقي هنا برضو في المرايه كام، لو ركزنا هنلاقي ان موجود في كام، موجوده هنا وفي سنسورات تحت المرايه اهي، وطبعا الليد بتاع الاشارات موجود في المرايه.
فتحة سقف كبيرة جدا ما شاء الله، فتحة السقف بتوصل لحد نص العربية ما شاء الله. اكس 1 اكس درايف يعني دفع رباعي، طبعا موجود الكام هنا برضو ورا. في بقى شوية تفاصيل معمولة بالكروم هناك، هنا شكلها جميل جدا، مدي العربية لمسة كده جميلة. الأوكر موجود عليها التاتش علشان تفتح اللوك وتقفله. هحاول أجي في يوم بدري عن كده علشان أخش جوه العربيات دي وأفرجكوا عليها كمان من جوه، لأن النهاردة للأسف الوقت اتأخر والموظفين كلهم قفلوا وروحوا، فمش هقدر أسأل حد على مفتاح عربية اللي أنا أفرجكوا عليها من جوه. لكن وعد إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية في أنواع عربيات جميلة جدا هنتفرج عليها كلنا سوا، وكمان هنتفرج على كل عربية من جوه. وان شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى في مواضيع اكتر من كده، وهيبقى في عربيات اكتر من كده وفيديوهات اكتر من كده ان شاء الله. فلو انت بتتفرج على الفيديو ولسه ما اشتركتش معانا، فحابب افكرك انك تشترك معانا علشان تشوف الفيديوهات دي ان شاء الله. تعالوا دلوقتي اخدكم ونتفرج على باقي العربيات. العربية اللي ورايا دي ال 430 اي جراند كوبي 2023، عربية جميلة جدا، عربية شبابية. تعالوا نتفرج على العربية ونشوف مواصفاتها أسعارها كام بالظبط. قبل ما نتفرج على التفاصيل والأسعار، تعالوا نتفرج على العربية. اللي بيميز العربية دي وهي الشبكة الشكل الجديد من شركة دي ام، والجنط والفرامل الام مخليين العربية شكلها جميل جدا. تعالوا نشوف العربية دي مواصفاتها ايه. اول حاجة 430 اي جراند كوبي، في ناس بتقول عليها جراند كوب، الاتنين شغالين. العربية دي مستعملة مش جديدة، مشيت 17695 كيلومتر، 245 بي اس. سعر العربية عامل 53900 يورو. وهنا مكتوب شوية تفاصيل عن العربية وشوية مزايا عنها. والعربية الغيارات بتاعتها اوتوماتيك مش عادي. اول تعديل في العربية وهو اللب دي، في ناس بتقول عليها اللبة وفي ناس بتقول عليها الشفة بالعربي، ايا كان المسمى اللي الناس بتقول عليها، فده اول تعديل موجود معانا اهو. الجزء ده كله البلاستيك اللي انتوا شايفينه ده زيادة، مدي العربية طبعا شكل جمالي وشكل اجريسيف، شكله جميل جدا. تاني تعديل وهو المرايات، هنلاقي ان المرايات برضو ام، ده غير الفرامل والجنوط برضو ام، ده غير ان العربية كلها معمولة مط. مش عارف هيكون باين معاكم في الفيديو ولا لا، بس العربية كلها مط، مخلية شكلها اجريسيف وشكلها سبورتي اكتر من العادي بكتير. يلا نشوف سعر العربية دي ايه. اول حاجة موديل العربية 320 دي لاموزين، اول ايد كانت مالكة للعربية دي بتاريخ 28/10/2020، يعني العربية دي موديل سنة 2020، ماشية 93000 كيلو 823. العربية دي تعتبر ماشية كتير جدا، 190 بي اس. هنا شوية مواصفات عن العربية، على سبيل المثال ايه القطع الام اللي موجودة في العربية، هنلاقي هنا اي حاجة مكتوب عليها ام 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 ام، كل دول الام باكت والحاجات اللي متضافة من الام باور على العربية. هنيجي لسعر العربية، هنلاقي سعرها 34800 يورو، والعربية دي سعرها الى حد ما قليل بسبب ان العربية دي ديزل مش بنزين، بالاضافة ان العربية ماشية 93000 كيلو، وده رقم كبير جدا لشخص رايح يشتري عربية زي العربية دي بالمواصفات بالشكل ده بالسعر ده، انه يشتري عربية ماشية 93000 كيلو ويدفع فيها 34000 يورو، فده يعتبر رقم كبير جدا على العربية دي، لان انت بالرقم ده ممكن تركب عربيات احسن من دي بكتير جدا. وكمان العربية 190 بي اس، ال 190 بي اس ده مش اقوى حاجة في البي امات، واي حد راكب بي ام عارف انا قصدي ايه لما بقول انت بال 34000 يورو دول ممكن تركب عربية شديدة جدا من بي ام، خصوصا ان العربية موديل 2020. ده يخليني انتقل معاكم لنقطة تانية خالص وعايز انصح بيها اي حد. لو انت نفسك تشتري عربية بي ام، اوعى 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 تشوف عربية على النت سعرها كويس، شكلها جميل جدا، فيها سبويلر وديفيوسر وبتاع والكلام ده كله، فيها تعديلات، تقوم رايح شاري العربية لمجرد ان العربية شكلها حلو واسمها بي ام وسعرها كويس. لان في البي امات بالذات الواحد لازم يكون عارف
هو بيشتري ايه، لان ممكن تلاقي عربية سعرها كويس وشكلها جميل من بره بس العربية فيها مشاكل كتيرة جدا، وممكن تكون العربية خارجة من الضمان اصلا لان اتعمل لها صيانة بره بي ام، او صاحب العربية مثلا غير حاجة معينة في العربية فخرجها من الضمان. ممكن تلاقي عربية ماشية اكتر من 100,000 كيلو، فانت تقول عربية الله جميلة بي ام شكلها جامد، وبالذات المواتير الديزل بعد 100,000 كيلو بتبقى تعبانة لو صاحب العربية ما كانش مهتم بصيانتها في الميعاد بتاعها بالظبط. فانت من الاخر ممكن تلاقي عربية مثلا على سبيل المثال زي اللي ورايا دي، عربية زي كده انت ممكن تلاقيها عاملة 60,000 مع حد، ونفس العربية بنفس كل حاجة عاملة مثلا 40,000 مع شخص تاني، فانت هتقوم طبعا رايح للعربية ام 40,000، لكن ده مش صح. دايما ركز اختار الموتور الافضل ليك، واختار الموتور اللي ممشيش كتير، خصوصا لما تكون هتدفع رقم كبير في عربية. في عربية تاني متعدلة ورايا اهي، صاحبها مهتم بيها جدا اكيد، وفي عربية تاني هناك اهي، في شوية عربيات معمول عليها تعديلات. ان شاء الله المرة الجاية هبقى اخدكم ونتفرج على التعديلات في العربيات، وبالمرة اكلمكم عن التعديلات في العربيات هنا في المانيا، ايه اللي الشخص ممكن يقدر يعدله وايه اللي الشخص ما يقدرش يعدله، خصوصا ان في تساؤلات كتيرة جدا حوالين موضوع التعديل ده. وفي ناس بتسألني هل ينفع اعدل في العربية، سواء اغير لون، اضيف شكمان، اعلي الصوت، اوطي العربية، اعلي العربية، اعمل اضاءات، الكلام ده كله، او اركب ازاز فاميه، الكلام ده كله هل يا ترى مسموح هنا في المانيا ولا لا؟ ولو مسموح ايه اللي المفروض اعمله علشان ما يقابلنيش مشكلة، ولو مش مسموح فهو مش مسموح ليه؟ هرد عليكم ان شاء الله على كل الاسئلة دي في فيديو مخصص لوحده عن تعديل العربيات هنا في المانيا. انما النهارده كان فيديو سريع كده بما اننا صايمين، فقلت انزل اقضي شويه وقت معاكم واعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها مني في التعليقات. ولحد هنا وهنكتفي بالقدر ده من الفيديو، اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. سلام عليكم.